تعرفي يلي بيعرف طارق ترك حياتي يعني ماني طارق. الشيء اللي بدي احكيه هلا كان المفروض هو يحكيه، وحتى البدايه اللي بدي المقدمه اللي بدي اقولها يعني هي فكرته. هو بيعتذر كثير منكم ما قدر يجي، كان عنده ظرف عائلي يعني اضطر انه ما يجي بسببه. هلا قبل ما احكي شوي بدي احكي شو هي الاي بي بي سي ار اللي نحن عاملين هي الورشه كرمالها، او الان اي اتش. الاي بي بي سي ار يعني introduction to principles of practicing introduction to principles of practicing clinical research، يعني مقدمه لمبادئ ممارسه البحث السريري. هي دوره بيعملها المركز القومي للصحه بالولايات المتحده كل سنه من شهر اكتوبر لشهر اذار، وبعدين بيعملوا فحص. فالطلاب سجلوا اونلاين على هي الدوره. نحن هلا عم نعمل هي الكورس على مدى يومين لحتى نراجع المواضيع اللي تم القائها بهي الدوره اللي انعملت اونلاين، حتى يقدروا الطلاب يقدموا الفحص وينجحوا يعملوا الشهاده. طبعا بالعاده بيكون في شيء اسمه ريموت سايت، يعني الدوره بتنعمل بالمركز القومي للصحه، بس بيكون في عده مواقع حول العالم حاكي مع هذا المركز مشان يلقوا الدوره عندهم. السنه الماضيه بالعاده جامعه دمشق ما بتكون ريموت سايت لهي الكورس. السنه الماضيه زميلنا ابراهيم حنفي ماله هون كان اول من راسل المركز القومي للصحه، ووافقوا فعلا على اعتماد جامعه دمشق كموقع معتمد لالقاء الدوله فيها. وهي السنه كان دور طارق انه هو يراسلهم وياخذها، وما كانت بس جامعه دمشق، كان جامعه تشرين وجامعه حلب كمان، وحتى جامعه تشرين وجامعه حلب عملوا مثل هي الدوره قبل حوالي اسبوعين او ثلاث اسابيع ونجحوا فيها، وكانت يعني الطلاب كلياتهم الحمد لله عملوا الفحص واخذوا الشهادات. هلا مثل ما شايفين العنوان هون في عندي عنوانين فرعيين، Poor Resource Settings و PICO. Poor Resource Settings انا ترجمتها بيئه فقيره بالموارد، ما بقصد فيها انه نحن ما عندنا موارد اطلاقا، ولكن الطالب او الشخص اللي ما عنده كثير اطلاع على الابحاث لما بيسمع كلمه بحث، يعني انا شخصيا من سنتين لما كنت اسمع كلمه بحث كنت اتخيل زلمه شعراته طوال منكوشين قاعد بمخبز لابس مريول مبهبط عليه وعم يشتغل بهالمواد الكيميائيه وما بعرف شو يعمل ابحاث. طب لا، هذا البحث مو هيك. كل الناس هلا لما انا بقول له بحكي مع واحد ما هو دارس طب او شيء بقول له والله عم بعمل ابحاث، هو بيتخيل اني انا قاعد بمنظمه كثير كبيره وعم بشتغل على شيء علاج معين او عم دور بالخلايا الجذعيه وما الى ذلك. طيب هل هذا يعني انه انا ما فيني اقدم شيء للعلم او ما فيني اقدم شيء لبلدي الا اذا كان في عندي منظمه كبيره وكان في عندي مصاري كثير لحتى اقدر اعمل ابحاث؟ اطلاقا في كثير كثير مواضيع بحثيه وكثير انواع دراسات نحن فينا نعملها ونحن قاعدين هون، وانت قاعد ببيتك عندك لابتوب عندك انترنت بتقدر تعمل كثير شغلات وبتقدر تضيف للعلم كثير شغلات. من هي الشغلات مثلا المراجعات المنهجيه او الكيس ريبورتس، يعني هلا مشافينا المواساه والاسد الجامعي والاطفال والدولي كل المشافي مليانه كيس ريبورتس. شو الكيس ريبورت؟ حاله نادره، حاله في من وراها رساله للادب الطبي، في من وراها رساله للعالم كله، نيجي نحن بنشوفها بنكتبها بنقدمها بننشرها بمجلات عالميه، بنكون هيك نحن ساهمنا للعلم. مراجعات منهجيه كلياتنا في كثير مننا، هلا انا بعرف اكثر من 30 40 واحد من جامعه دمشق متطوعين بمنظمه كوكرين وعم يعملوا مراجعات منهجيه، مو بس متطوع، مو بس اسمه متطوع، لا، عم يعملوا مراجعات منهجيه، وفي منهم عم يعملوا ثلاث واربع مراجعات منهجيه هلا مع الكوكرين، مو مراجعه واحده. فالشيء اللي بدنا نوصله انه نحن فينا نقدم للعلم بدون ما يكون عندنا هذا الشيء الكبير، بدون ما يكون عندنا مئات الملايين من الدولارات لحتى نعمل ابحاث ونلاقي علاجات ونلاقي ادويه جديده للامراض. تمام؟ من حوالي سنه انا وطارق اللي كان لازم نحكي هذا الحكي، عملنا بحث عن العوائق البحثيه اللي عم تعيق تقدم البحث العلمي بين طلاب الطب بالذات. بدنا نشوف شو عم يعيق التقدم. كان اول سبب واكثر من 80% من الطلاب عم يقولوا انه ما في تدريب كافي على المبادئ البحثيه. بالاضافه لاسباب ثانيه طبعا، نقص الوقت، نقص التحفيز، انه ما في شيء محفز، انا ليش بدي اعمل بحث؟ يعني هو يعني الطالب كنا نساله انت ليش انه شو رايك بالابحاث؟ يقول لك انا شو بدي فيها لهي السرعه؟ هيك بالحرف الواحد انا شو بدي بهالسرعه؟ خلص بيهمني انجح بموادي وخلص. طب اوكي انت عرفان اذا عملت بحث شو بتساوي؟ عرفان انك اولا انت حتساهم كثير بالعلم، ثانيا حتساهم لبلدك، ثالثا حتساهم لحالك. يعني مستقبلك انت لما بتكون باحث، لما بتكون ناشر في مجلات عالميه ولك اسم، هذا الشيء كثير بيلعب دور بمستقبلك، كثير بيلعب دور بالسي في تبعك لقدام. ردينا عملنا بحث ثاني على كورس نحن عملناه للطلاب، قدمنا كورس وشفنا فعاليه انه نحن نعلم رفقاتنا الطلاب البحث
قديش يا ترى حيزيد هذا الشيء من معرفتهم بالبحث العلمي؟ وفعلا كانت نتيجه كثير هائله، يعني كان حوالي 80% من الطلاب زادت سكوراتهم، عملنا لهم تيست قبل وبعد الامتحان، فالسكور زاد بمعدل علامتين. رح تقولي العلامتين شيء قليل، بس لما بيكون السكور 3.5 وبتصير 5.5 بعد كورس لمده 3 او 4 ايام، هذا شيء كثير كبير، هذا شيء كثير منيح. فنحن فينا ونحن قاعدين هون، مجرد وجود انترنت عندنا، مجرد وجود قاعه صغيره تحوينا، نعمل كورس صغيره بنتعلم بعد البحث، بعدين فينا نحن نعمل ابحاث. انا من 3 سنين ما كان عندي ولا بيبر منشور، حاليا عندي 8 بيبرات بمجلات عالميه كلها باوروبا وامريكا. كلياتنا فينا نشتغل. تمام؟ هلا خليني انتقل على العنوان الثاني اللي هو بدنا نفوت هلا بصلب مواضيع الكورس تبعيتنا اللي هو البيكو او السؤال البحثي. كمان نقلبها. خلص تحلل شو هدول الثلاث دوائر؟ نحن بنعرف الايفيدنس بيز ميديسن او الطب المسند بالدليل هو عباره عن 3 شغلات، اللي هي خبرتك السريريه كطبيب وقيم المريض اللي عندك، انت عندك مريض مش حالك؟ انت عندك مريض وانت كطبيب عندك خبره سريريه بالاضافه للدليل العلمي، يعني انا اذا اجاني مريض عنده حاله مستعصيه خلينا نقول وبدي ادور له على علاج، تمام؟ فانا بخبرتي بجوز ما لي علي حالات مشابهه، بتذكر انا شو عملت، نفس الشيء بروح بشوف الدليل الطبي اللي موجود بالادب الطبي، بدور بالادب على شغلات على علاجات لهيك حاله، بجمعهم ثلاثه مع بعض فانا بطلع بشيء اسمه طب مسند بالدليل او ممارسه سريريه مسنده بالدليل، تمام؟ لك والله انت بدك تضل تقدرني فيها لهي. بيكو شو هدول الاربع احرف؟ ليش انا كاتبهم بالكابيتال لتر؟ هي مو كلمه واحده لهن، هدول عباره عن اختصار لاربع كلمات. هلا اكيد كل الموجودين هون بيعرفوا شو يعني بيكو، ما بعرف اذا في حدا ما بيعرف شو يعني بيكو. اربع احرف، الحرف الاول هو بي يعني بيشنت، خلينا نقول مبدئيا انه هو المريض. هلا في له اختصارات ثانيه هلا حنحكي فيها، بس مبدئيا البيكو هو البي بيشنت. الاي انترفنشن تدخل، يعني انا شو بدي اعطي مريضي لحتى اعمل عليه هذا البحث. سي هو الكومباريزن، سي كومباريزن يعني مقارنه، انا عم بعطي مريضي دواء وبدي قارنه مع شيء ثاني، يا اما بقارنه مع ولا شيء، يا اما بقارنه مع البلاسيبو دواء غرفل يعني حبه فيها سكر خلينا نقول مثلا، يا اما بقارنه مع دواء ثاني. الاو هو الاوتكم النتيجه، الشيء اللي انا عم دور عليه، يعني انا عندي مريض اعطيته الدواء الفلاني مقارنه مع مريض ما اعطيته الدواء وشوف شو صار معي النتيجه، هل المريض شفي ولا ما شفي؟ هل تحسنت اعراضه ولا ما تحسنت؟ ممارسه الطب المسند بالدليل او مكتوب هون اي بي سي بي، هي نفس الاي بي ام تقريبا، يعني هي ايفيدنس بيزد كلينيكال براكتس، يعني الممارسه السريريه المسنده بالدليل، لانه انا بعد ما اروح ادور على الدليل العلمي وبعد ما اشوف الدراسات المنشوره بدي اطبقها على مرضاي. ففي عندي 5 خطوات للممارسه، اولا هي اسك، انا بسال شو السؤال البحثي اللي قدامي، اكواير بروح بدور على الدليل العلمي، بلاقي دراسات فيما يتعلق بالسؤال تبعي، ابريز بنقده، ابريز يعني اعمل نقد منهجي، نقد او تقييم نقدي للدراسه اللي طلعت معي لحتى اشوف اذا هل هالدراسه يا ترى معموله صح ولا مو معموله صح. في كثير من الدراسات بالادب الطبي بتلاقوها منشوره ومجلات عالميه ولكن معموله بشكل غلط بشكل خاطئ، المنهجيه تبعها حتى بتكون خاطئه، ما بعرف كيف بتنشر هي الدراسات بس موجوده يعني، لذلك ضروري جدا انت بعد كل دراسه بتطلعها تعمل تقييم نقدي لدراستك، لانه ما فيك تطبق نتائجها اذا هي معموله بشكل خاطئ، ما فينا نطبق النتائج اللي طالع معنا بهي الدراسه. بعدين ابلاي، اذا عملنا تقييم نقدي وكانت الدراسه فعلا مضبوطه وفيني اطبق نتائجها على مرضاي بطبق هي النتائج، تمام؟ اكت يعني بعد الابلاي بشوف انا بعد ما طبقت النتائج شو عم يصير بمريضي. فنحن هلا باول خطوه اللي هي الاسك، نحن بخطوه البيكو حاليا. تايبس اوف كلينيكال كويستشن، يعني انواع السؤال البحثي، انواع البيكو. انا عندي كثير انواع للبيكو ملخصين بهي الصوره، اول نوع هو الثيرابي. مثل ما قلنا اذا انا بدي اعطي مريضي دواء وقيم فعاليه هذا الدواء فانا عندي سؤال عم يسال عن العلاج. ثاني نوع دايجنوستيك تيست، يعني عن التشخيص، اذا انا عندي مثلا اختبار الام ار اي لتشخيص التهاب الزائده، رنين مغناطيسي تشخيص التهاب الزائده، تمام؟ فانا هون بكون عم بسال عن التشخيص. بعدين بروجنوسيس الانذار، بسال يا ترى هذا الدواء بيزيد البقيه بسرطان الثدي ولا ما بيزيد البقيه؟ عن علاج كيماوي مثلا.
رابع نوع عن الهارم او الايتيولوجي. الهارم يعني الضرر، انه هل يا ترى هذا الدواء عم يزيد او هذا التعرض عم يزيد المورتاليتي، عم يزيد نسبه الوفيات بين المرضى ولا ما عم يزيدها. ايتيولوجي يعني السببيه، اذا انا كنت عم دور على سبب شيء مرض او على سبب شيء حدثيه بجسم، بقعد بسال انه مثلا السرطان هل هو سبب لسرطان، عفوا التدخين هل هو سبب لسرطان الرئه ام ليس سببا. بريفنشن الوقايه، في عندي اسئله عن الوقايه، انا بيجي بعطي مرضاي مثلا، هلا عم بشتغل مراجعه منهجيه عن العلاج الوقائي بالمضادات الالتهاب الاستيرويديه لافات الشبكيه، انه انا اذا اعطيت بعد استخراج بعد عمليات العين اعطيت مضادات التهاب الاستيرويديه، هل يا ترى بقي مريضي من افات الشبكيه ولا ما بقي منها؟ كوست افكتفنس، اذا انا كان عندي دواء بدي اشوف اذا هو هذا الدواء انا بعرف انه فعال، بس بدي اشوف اذا كلفته هي اقل او اكثر من الادويه اللي انا عم بستخدمها. اذا عم يكلف البلد مثلا اكثر وهو فعال، بالمقابل في ادويه ثانيه فعاله بس ارخص، فلا انا بروح على الشيء الارخص. كواليتي اوف لايف، نوعيه الحياه، شوف شيء تداخل او شيء دواء بدي اشوفه اذا هو عم يحسن نوعيه الحياه عند المريض او لا. اكثر شيء بنعملها على مرضى السكري هي مثلا. فهدول انواع السؤال البحثي. نحن اكثر شيء بنشوفه بالدراسات هي ثيرابي او دايجنوستيك تيست، بنشوف انه هي الدراسه عم تقيم علاج معين او عم تقيم اختبار تشخيصي معين لشيء مرض. هذا المخطط عم يقول لي انه انا بالسؤال البحثي تبعي لما بدي ابني سؤال بحثي مشان ادور عليه واطلع بدراسات او حتى مشان اعمل بحث، في عندي سؤال برود واسع وفي عندي سؤال نارو. هلا كل ما كان السؤال واسع، شوفوا المخطط عم يقول لي انه عم يطلع معي lots of articles، يعني كثير عم يطلع معي كثير مقالات لما بدي ادور انا حسب السؤال تبعي، بيطلع معي كثير عدد من عدد كبير من المقالات. ونفس الشيء بيطلع معي mostly irrelevant، يعني المقالات اللي عم تطلع معي غالبا او غالبيتها ما عم تكون متعلقه بالموضوع اللي انا بدي اياه. هلا اذا كان سؤالي واسع، هلا حاعطي مثال على السؤال الواسع والسؤال الضيق. بينما كل ما ضيقت مجال البحث تبعي، كل ما ضيقت السؤال تبعي، بحصل على عدد اقل من المقالات، بالمقابل بيكونوا غالبيتهم متعلقين بالشيء اللي انا بدي اياه. يعني هنيك انا ممكن احصل على 200 الف مقاله، اذا بروح على الباب ميد وبدور بالسؤال الواسع بيطلع لي 200 300 الف مقاله، بدي اقعد بدور بيناتهم كلهم لاطلع اخر شيء بخمس او ست مقالات انا بدي اياهم. بينما هون انا اذا عملت سؤال ضيق ومرتب بطلع ب 200 مقاله 195 منهم انا بدي اياهم وبيفيدوني بدراستي. أمثلة على هذا الشيء، خلينا ناخذ سؤال واسع عن What is the prevalence of infections in arthritis patients؟ يعني شو انتشار الإنتانات بمرضى التهاب المفاصل؟ طبعا إذا بدي أكتب هيك شيء وبدي أدور على هيك شيء بالبابميت، يعني حيطلع معي صدقا فوق المليون دراسة، البابميت فيه 23 مليون دراسة حاليا، إذا بدي أدور على هيك شيء يعني يمكن فوق المليون بحث يطلع معي. بنزل بضيق سؤالي أكثر، What is the risk of respiratory infections for rheumatoid arthritis patients treated with biologics؟ يعني شو هو خطر الانتانات التنفسية عند مرضى التهاب المفاصل الرثياني اللي عم نعالجهم بالمعالجات الحيوية؟ تمام؟ شفتوا أنا هلأ ضفت مصطلحات بحثية أكثر للسؤال تبعي وبنفس الوقت ضيقته. يعني أنا هلأ إذا بدي دور بدي شوف دور على respiratory infections حصرا، انتانات تنفسية، بدي دور على مرضى التهاب مفاصل رثياني حصرا، بدي دور على مرضى التهاب مفاصل رثياني المعالجين بالمعالجات الحيوية. أنا صار سؤالي أضيق بكثير من اللي فوق. سؤال أضيق من هيك إنه هو شو انتشار أو شو معدل الانتانات التنفسية عند مرضى الداء التنكسي المعالجين بالمعالجات الحيوية بمنطقة نورثرن كيبك بكندا بين عام 1985 و2005. إذا بدور على هيك شيء ما حيطلع معي ولا دراسة، حيطلع معي دراسة واحدة، يعني بكون عارفان حالي على شو عم دور. هذا سؤال ضيق جدا جدا جدا، كمان مو منيح. إذا بدي سؤالي كثير ما حيطلع معي شغلات أنا بدي إياها. فأنا خلينا الخير والأمور أوسطها، نقعد بالنص، بنحط سؤال، بنحط المصطلحات البحثية اللي أنا بدي إياها، بدور عليها، بقسم سؤالي لثلاث أو أربع مصطلحات، بدور عليهم بتطلع معي النتائج اللي أنا بدي إياها. ما حفوت استراتيجية البحث هلا لأنه بدها محاضرات لحالها. ايه صحيح صحيح. الاستاذ عم تقول انه انا هون عامل osteoarthritis patients بالسؤالين اللي قبل حكيت عن rheumatoid arthritis، فانه نبدل osteoarthritis ب rheumatoid arthritis مشان نكون يعني ضمن نفس السياق. هلا بنرجع للبيكو تبعنا، هناخذ مثال صغير. البي مثل ما قلنا البيشنت فتحيه مريضه
وزنا من 100-160 كيلو ما شاء الله. الاي الانترفنشن تبعنا سليف جاستريكتومي، بدنا نعملها اسمعده. السي كومباريزن مثل ما اتفقنا بشو بدنا نقارن. قال سميره بنت خالد الفتحيه قالت لانه اذا بتجيبي ورق ملفوف وبتغليه وبتلفيه على بطنك بتنقص وزنك، شو بدك بهالسرعه والسليف وما بعرف شو بتدفعي مصاري على الفاضي؟ خلص ملفوف ويعني ولو انه ملفوف صاير غالي هالايام بس بضل ارخص من السليف. الاودي انا بدي اياه خساره الوزن. هلا مين بيألف لي سؤال؟ انا مألف السؤال اوريدي يعني، بس مين بيرجع بيألف لي سؤال غير هذا؟ يعني يغير صياغه الانجليزيه. مين؟ محرم قول. تماما تماما كثير بتصير يعني كابج فيرسس سليف جاستريكتومي اند لوزينج ويت. عرفتوا؟ بس يعني از سليف جاستريكتومي هل السليف مور افيشنت ذان كابج اند لوزينج ويت؟ شو رايكم السليف احسن ولا الملفوف؟ انا على فكره بعرف ناس استخدمت الملفوف، ما بعرف شو كانوا عم يفكروا بس استخدموه قالوا غلوه وربطوه هيك على بطنهم و 3 4 ساعات كل النهار يعني وما خسروا وزن بس انه استخدموا الملفوف. فهذا مثال كثير صغير على البيكو. وتضحية بالاخير عملت سليف يعني استخدمت الملفوف ردت على سميرة مشان ما تصرف مصاري بس عملت سليف بعدين. وين عندك السليف عند دكتور حمود؟ بنرجع للبيكو. قلت لكم في مصطلحات غير البيشنت انه قد تعني غير مو بس مريض يعني. هي قد تكون مجموعة مرضى يعني عرفت شلون؟ مو بس انه ما بتكون تعني مريض واحد او قد تكون ديزيز اور كونديشن يعني قد يكون عم بحكي على مرض انا ما احكي على مريض بحد ذاته احكي على مرض او مرحله مرض مثلا لكم والله المرحله الرابعه من سرطان الثدي او الكير سيتنج تبعوت الرعايه والقصص. انا بيهمني اكثر شيء اعرف انه هي عم تحكي على مرض يعني انه انا بالبي عم بسال عن المرض. هلا الاي انترفنشن عم بسأل أنا يا ممكن أسأل على جرعة الدواء، ممكن أسأل على مدة إعطاء الدواء، ممكن أسأل على تواتر الدواء 3 مرات باليوم ولا 2 مرات باليوم ولا مرة باليوم، ممكن أسأل على طريق الإعطاء، يعني أنا ممكن أجيب نفس الدواء وقارن الإعطاء الفموي مع الحقن العصبي مثلا. الكومباريزن المقارنة مثل ما قلت لكم ممكن نعطي دواء غفل البلاسيبو أو ممكن ما نعطي شيء أو ممكن شو نحن عم نعالج بالأساس نتم عليه ونجيب مرضى نعطيهم دواء جديد لحتى نشوف فعاليته أو نجيب دوايين جداد ونعطي مجموعة من المرضى هالدواء ومجموعة من المرضى هالدواء ونقارن بيناتهم. اللي بعده شغالة هي الأوتكم. ممكن أنا أكون بدي أشوف الكوست كلفة الدواء اللي عم قيمه مثلا أو بدي أشوف نسبة الوفيات أو بدي نوعية الحياة، هل يا ترى عم تتحسن نوعية الحياة ولا ما عم تتحسن؟ هلا أنا بعرف إنه هذا الحكي كثير جاف والبحث كلياته جاف وما تفكروا انه يعني البحث العلمي شغله كثير كثير حلوه ولما بتشوفوا انكم انتم صرتوا تنشروا ابحاث بالمجلات كثير كثير رح تنبسطوا بس لو توصلوا بهي المرحله بتكونوا كثير تعبتوا وكثير مليتوا يعني القصه بدها همه وهذا الحكي اللي حكيته انا كثير كثير جاف فحنطبق هلا شوي حناخذ هيك شويه امثله حتى نشغل مخنا يعني. قال عندي اول شيء سؤال عن التداخل مثل ما قلنا نحن في عندنا اسئله عن الثيرابي اسئله عن دايجنوستس اسئله عن البروجنوستس الى اخره. أول سؤال أو أول حالة عن التداخل، أنا عندي زلمة عمره 28 سنة جاية بريكارنت برونكيولوبسس، ما بعرف ما من امبارح بدرب على هي الكلمة ما زبطت معي، المهم يعني دمامة، داء دمامة الجلدية ماشي؟ صار له 8 شهور معه هذا الداء، قال عم يروحوا ويجوا وعم يعالجهم عم يعمل لهم نزح، هلا ما بعرف إذا هم معي طلاب أقل من السنوات السريرية أكيد في بس يعني عم يفجر الخراج خليني والمثل خراج عم يفجره هو مو خراج بس هو عم يعمل لهم نزح وعم ياخذ صادات حيويه صادات 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 مع ذلك عم يصير نكس. قال هو بيجي بيسالني هل اذا النكس ممكن انا اقيم من النكس انه كيف شو الدواء اللي بدي اعطيه لحتى ما يعود ينكس هدول الدمامه اللي تبعوته. مين بده يحط لي اياه سؤال بحثي او على الاقل يقسم لي اياهم ل بي اي سي او. يلا تفضل. اوكي. مو بدنا نكتشفه، انت شو برايك مريض مثل هذا يعني هو عم ياخذ لك انه عم ياخذ انتي بايوتكس، عم ياخذ صادات، بس الوقت قد يكون عم ياخذ صادات غلط، انت برايك شو بدنا نعطيه نحن؟ تماما يعني صادات، بدنا نضل على الصادات نحن. السي؟ السي هن الدراينج
أول شيء أو بس درينيج مثلا. طب الأو prevention أو إنه ما ينقص عنده ال recurrence. طب فيك تحط لي أول سؤال؟ فكرتك صح بس انت عم تطرح سؤال باسلوب ادبي. انا بدي سؤال علمي لحتى اقدر اسمع المصطلحات ودور عليه على بالادب الطبي. يعني انا ممكن اقول مثلا ممكن drainage versus antibiotics for preventing recurrent pernicolosis. ممكن مثلا او ممكن بيجي يقول انا مثلا for patients with recurrent pernicolosis is antibiotics more efficient than drainage in preventing it or in preventing recurrence. تمام يعني للمرضى اللي عندهم هذا الداء الدمامة الجلدية هل مصادات حيوية مقارنة مع النزح او التفجير فعالة اكثر بالوقاية من النكس. هلا بنحط الاجوبة بعد شوي. طيب هلا الايتيولوجي او السببية مثل ما عندنا كمان في اسئلة عم تسأل عن سبب الامراض. هون انا عندي حالة جورج عم يناقش انه هل اذا عمل ربط اسهرين فاسكتومي يعني ربط الاسهرين هي عمليه تعقيم الرجل تعقيم نهائي يعني بصير ما بيعود يجيب اولاد. هل اذا انا عملت هي العمليه عم يقول لي جورج اذا انا بدي اعمل هي العمليه بس سمعت انه اذا عملت هي العمليه بدي يزيد عندي نسبه سرطان الخصيه. هل يا ترى هذا الشيء صحيح ولا لا؟ مين بيرجع بيقسم لي البيكولا مصطلحاته؟ شو بكون خايفين؟ تفضلي. البيشنت يلي بده يعمل شو؟ فازكتومي يعني بيشنت تماما بده يروح على الفازكتومي. تماما increase in occurrence of testicular cancer. تمام؟ هلا شو عم تقول انه انا عندي البي البي هو المريض جورج اللي بده يروح يعمل فازكتومي. يعني خلينا نقول هن الادلت ميلز لانه ما حدا بيعمل فازكتومي الا اذا كان بالغ. يعني واحد غير بالغ ليش لا يعمل ربط اسهرين؟ ما هذا زلمه بالغ عنده اولاد بيعمل ربط اسهرين. فالبي المرضى هن الرجال البالغين الانترفنشن التداخل تبعي هو ربط الاسهرين الفازكتومي ما عم قارنه بشيء يا اما هيك يا اما لا تربط اسهرين. اخر شيء الاوتكم انه هل يا ترى رح يزيد حدوث السرطان ولا ما رح يزيد؟ مين بحط لي اياهم بسؤال؟ كثير سهلة. تفضلي. تمام بس انت اذا بتضيفي لها كلمة adult males كثير بتقوي بحثك. كثير بتقوي يعني نتيجة البحث رح تطلع معك كثير بتكون اقوى وافضل بالنسبة لك. يعني بيجي بقول in adult males does vasectomy increase the rate of occurrence of testicular cancer مثلا يعني. تمام؟ هلا prevalence انا بدي اسال عن انتشار شي مرض. تفضلي استاذ. ليش هون ممكن تاخذ كومبارجن هون بصير انت الفازكتومي مع تستكيولار كانسر عند هذول المرضى without vasectomy يعني تاخذ preference. هي compared to nothing. without تماما هي يعني هي compared to nothing. لما ما بكون في عندي comparison. تماما كنترول اي يعني انا المجموعه الثانيه تبعتي ما عم بعمل لهم فازكتومي مضبوط. هلا النوع الثالث من الاسئله خلينا نقول او من الامثله بريفلنس انا بدي اسال على انتشار شي مرض. واحدة اسمها ميبل عمرها 6 اسابيع ولداني جديد كانت عم تعمل فولو اب عند دكتور الاطفال مثل ما بتعرفوا هن كل اسبوعين ثلاثه بيروحوا بيعملوا فولو اب مو مثل عنا يعني عم تعمل فولو اب عند دكتور الاطفال. قال هي كانت ولداني بعمر 35 اسبوع خديج يعني هي البنت بدك تقول لو لا يعني بدك تخبر اهلها انت عن نسبة إصابتها بنقص السمع لأنه في دراسات عم تقول إنه الناس الولدان اللي عم يولدوا بأقل من تمام الحمل بأقل من 37 أسبوع عم يصير عندهم نقص سمع أكثر أو مشاكل بالسمع أكثر من الأولاد اللي عم يولدوا بتمام الحمل. إيه مين المتطوع البطل تبعنا؟ تفضلي. هلا في من الأطفال الصدى تمام ما في هون انا عم بسال بس عن بريفلنس. طيب الكومباريزن مقارنه مع الاطفال الموجودين عادي بوقتها تمام والاوتكم انه هل عم يصابوا بنقص السمع ولا ممتاز ممتاز. فيك تحكي لي هذا السؤال؟
صياغه لغويه. بالانجلش مين بيحطه بالانجلش السؤال؟ تفضل. خلينا نقول انه in premature neonates بالولدان المولودين يعني قبل تمام الحمل. What is the risk of developing hearing problems compared to شو كان تمام الحمل؟ Full term neonates. تمام؟ هيك بتصير افضل. دائما دائما انتم بسؤالكم هلا السؤال موجود بمخك مضبوط بس انت اذا بدك تقعد كثير تشتغل بده يكون في سؤال قدامك مشان تقدر تاخذ المصطلحات تسحب منهم المصطلحات وتدور عليهم بالادب الطبي، فخلي هذا السؤال يكون كامل قدامك، يكون في عندك البي والاي والسي والاو، الا اذا كان هو السؤال لا يحتوي احد هي العناصر. مثل ما شفنا هون لا ما في انترفنشن. رابع مثال دايكنوسيس، انا اذا بدي اسال عن هذا، هلا هي القصه كثير طويله وانا نسيتها يعني حفظتها امبارح الصراحه مشان لكم اياها بشكل ملخص بس نسيتها. ايه تذكرت. جولي ام عندها ولد حامل للمره الثانيه، اول ولد كان عمره 33 سنه وصار عندها عملت بذل سائل امنيوسي لشوف اذا هذا الولد عنده داون او لا، فالاختبار كان سلبي، قالوا له ما عنده داون و ايه يعني هي ما عرفت النتيجه لصار عندها 18 اسبوع حملي، صار عمر الحمل عندها 18 اسبوع، فلو الولد كان عنده داون صار صعب انها تنزله بهيك وقت، فهي ما عجبها هذا الشيء، هلا عمرها 35 سنه ولدت حامل مره ثانيه، فهي بدها اختبار ابكر يقول اذا هذا الولد معه داون او لا، يعني هي بدها اختبار تشوف بالشهر الاول او الثاني من الحمل تبعها اذا انا ابني معه داون او لا. قام راحوا بالمشفى قالوا لها انه انت بتعملي اختبارات هذول انتم ما بتعرفوهم ما بعرف نحن ما بنعرفهم، المهم بتعمل ايكو لتشوف الشغلات بالعنق عند الولد وبتعمل اختبارات كيميائيه مثل الفا فيتو بروتئين او يعني في شغله اسمها بي اي بي بي اي هي بدوروا عليها بداون ما حقول شو هي هلا، المهم انه بتعمل اختبارات كيميائيه وبتعمل ايكو بندور على هي الشغله بالشهر الاول او الثاني من الحمل فبيطلع معنا اذا معه داون او لا. مين بيقسم لي اياهم لبيكو؟ هذا صعب شوي مو صعب يعني بيطلع البي هن او الاطفال اللي عم ندور عندهم على داون او اي اطفال بالعكس بي هن البريجننت وومن اللي عم ندور على داون خلص هن البريجننت وومن طيب بريجننت وومن الاي هن التيستس اللي بدنا نساويهم لحتى نعرف اذا في داون او لا بالضبط السي هي الكومباريزن بين التيتس الانواع الاختبارات اللي حنساويها الايكو او الاختبار الاول تمام بتسال الامنيوسي يعني والاو الاو هي النتيجه عنده داون او لا يعني التشخيص. طب هلا خلينا نروح على الانسرز تبع هدول الامثله اللي طرحناهم. اول مثال اذا بتتذكروا تبع الزلمه اللي معه داء الدمامه قال impatience with recurrent pruniculosis يعني بالمرضى اللي عندهم داء دمامة هل بروفيلاكتيك انتي بايوتكس يعني المصدات الوقائيه compared to no treatment انه انا ما عم بعطي شيء او مثل ما انا عم بعمل نزح او تفجير reduce the recurrence rate بتنقص معدل النكس ولا ما بتنقصه؟ هلا اذا انا بيجي بدي اتفرج على هذا السؤال اذا بدي ادور على الباب ميز شوفوا عندي مصطلح رقم واحد recurrent pruniculosis مصطلح رقم اثنين بروفيلاكتيك انتي بايوتكس مصطلح رقم ثلاثه no treatment هو الكومباريزن مصطلح رقم اربعه هو recurrence rate عم بدور على هذول الاربع مصطلحات وصدقوني بهيك سؤال اذا بدور على الاربع مصطلحات بدقه يعني على بمحركات البحث الطبي رح يطلع معي نتائج كثير قليله وكلها متعلقه تقريبا ببحثي. الثاني الزلمه اللي بيعمل ربط اسهرين قال عم بيقول لكم ان مان او ان ادلت مان اللي بدكم does having a vasectomy compared to not having one مثل ما قالت الاستاذه انه الكنترول انه هن ما يعملوا vasectomy ليك compared to not having one هل ربط الاسهرين مقارنه بعدم ربط الاسهرين increase the risk of getting testicular cancer in the future بزيد نسبه حدوث سرطان الخصية المستقبل او لا. ثالث واحد هو البيبي اللي مولود خليج اذا عم تزيد عنده او شو انا بدي اخبر اهله انه والله هذا الولد بزيد عنده مشاكل السمع بالمستقبل، شو بدي اسال؟ كيف بدي اعرف اذا هذا الشيء صحيح او لا؟ قال بسال انه بالانفنتس بورن بريماتشورلي
بالولاد الولدانين ختاج مقارنه مع هدول الولدانين كفول تيرم بتمام الحمل. شو هي البريفالنس انتشار نقص السمع الحسي العصبي عندهم بالمستقبل؟ رابع شيء تبع الدايجنوسيس تبع التشخيص المرأة الحامل عم يقول لك انه بالنسبه للنساء الحوامل هل الايكو والاختبارات الكيميائيه الحيويه بالثلث الاول من الحمل، لانه مثل ما قلنا نحن بدنا اياها هي طلبت اختبار بالثلث الاول من الحمل، لانه الاختبار هذاك اعطاها اياه بالاسبوع 18، يعني كنا تعدينا نحن الثلث الاول من الحمل بحوالي 6 اسابيع. عم يقول لك انه بالثلث الاول من الحمل بدقه البذل السائل الامنيوسي بتشخيص داون سيندروم او لا. تمام؟ فهمناه؟ حدا عنده اي سؤال على بيكو او كيف بنشئ بيكو انا؟ طبعا لسه في كثير امثله على انواع الاسئله، بس يعني حاولت اجيب الاسئله اللي كثير منتشره اللي كثير نحن بنشوفها بالدراسات مثل الثيرابي او دايجنوستس او الانتشار. حدا عنده سؤال؟ يا جماعه اللي حدا عنده سؤال لا يستحي، جايين نتعلم. ضروري تذكروا شغله كثير مهمه، البيكو تبعك انت لما بتقرر تعمل بحث او بدك تقرر تدور على شيء بحثي، البيكو بده يكون انترستنج ممتع، مو ممتع يعني انه موضوعه بشد، يعني لما انا اذا بدي اعمل فريق بحثي واعمل بحث معين، بطلع بفكره بجيب هدول الشباب وهن بعرفهم شغالين بالابحاث وانه والله يعني عم بعطيهم فرصه العمل باني عم نشتغل بحث، لا بيجي بقول لهم والله هذا البيكو تبعي، اذا ما كان العنوان جاذب وبشد ما حي يقبل يشتغل معي، فضروري انت لما تفكر بفكره بحثيه يكون في من وراها شيء، تكون عن جد بتشد الفكره. اثنين ريسيرش شغل يعني قابل لانك تعمل عليه بحث، مو والله يلا سؤال جاب على بالي خلص هذا بدي اعمل عليه بحث. يعني بطاطا مقارنه مع البندوره في تخفيض الوزن، اي مو سؤال هذا. يعني شغل مخنا شوي، مانجبل انه انا بقدر اتحكم بالسؤال كيف ما بدي، بقدر عدله حسب متغيرات الواقع عندي. سيجنيفيكنت يكون مهم انه انا لما بدي اعمل البحث واطلع منه بنتائج تكون نتائجي مهمه، اقدم شيء للعلم من وراء هذا البحث اللي عم بعمله. عم ضل انسى. شكرا كثير لكم وبرجع مره ثانيه بعتذر عن طارق انه هو ما قدر يجي. شكرا.